دلوقتي هنتكلم على السكالب. السكالب دي فروة الرأس طبعا، اللي احنا شايفينه دي السكال، بس مش جايبين احنا عليها فروة الرأس عشان نقول باوندرز. فأول حاجة السكالب من قدام فروة الرأس بتبتد من الحتة دي، الحتة دي بيقولك المفروض الحاجب هنا، الحاجب بتاع العين ده بيسموه الاي برو. يبقى احنا بنبتدي من الاي برو او الحز بتاع العين هنا الفوقه اسمه سوبر سيلاري مارجن. يبقى انا ببتدي انتيرولي من سكين اوف ذا اي برو اور سوبر سيلاري مارجن، ورا ببتدي او بنتهي هنا بالاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبراف، اللي هي الحته الناشفه اللي ورا اللي بتحط في عليها صباعك، تحس هنا في بروتروبرانس حتى عليها اسمها اكسترنال اوسيبيتال بروتروبرانس. وفي هنا ثلاثة لاين، انفيرو نيوكال لاين، سوبيرو نيوكال لاين، وبعدين هايست نيوكال لاين. اللي يقول هايست نيوكال لاين هنا بوستيرور صح، او سوبيرو نيوكال لاين برضو ايه صح. يبقى انتيرو سكين اوف ذا اي برو او external skin of the eye bro او super ciliary arches، وهنا external occipital protuberance والhighest nuchal line، وعلى الجنبين هنا في هنا line اهو ده اسمه superior temporal line، على اعتبار line ده اسمه inferior temporal line، ده superior temporal line. دي الباوندرز بتاع ايه السكالب. هنا الباوندرز بتاع السكالب، افرض الراجل اصلع برضو الباوندرز بتاع السكالب من هنا اللي هو زي ما قلنا سوبر سيلر ارشز او السكين بتاع الاي برو، وهنا اكسترن اوكسيبتال بروتروبس والسوبر نيوكال لاين، وهنا اللاين ده اللي بنديله اسمه هاي ستمبر لاين، والاريا دي اللي هي فروة الراس اللي انا بسميها السكالب.